البحث والتطوير، الفكر والتحليل، الحيوية والإبداع، الحرية المسؤولة، قيم ارتكزت عليها كلية الدفاع الوطني بأكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية منذ تأسيسها عام 2013 للميلاد، لتمضي الكلية كل عام في تخريج كوكبة من مشاركيها رافدة للوطن، قادة استراتيجيين وصناع قرار. وها هي تحتفل اليوم بتخريج دورة الدفاع الوطني 11. عليكم وعلينا جميعا واجب وطني كبير، وهو الحرص، كل الحرص على عمان أرضا وإنسانا. فالوطن هو التاريخ والحاضر والمستقبل، وهو الانتماء والوفاء والتضحية، وعلينا أن نحميه ونصون أرضه ومنجزاته بالصدق والإخلاص فيما نقول ونفعل، والعمل على غرس القيم والمبادئ النبيلة في نفوس أبنائه. كونوا الأيادي الأمينة على سلامته وحفظ كرامته وصمام الأمان، والعين الساهرة على أمنه والقوة الرادعة لكل من تسول له نفسه المساس بأمنه وسلامته والنيل من هيبته وإعاقة ازدهاره ونهضته. سخرت كلية الدفاع الوطني للمشاركين كثير من آليات وكثير من المهارات التي تؤهلهم حقيقة في اتخاذ القرارات ومساعدة صانع القرار. هذه الكلية العريقة التي تعد القادة هي حقيقة مفخرة لسلطنة عمان، وهي منارة استراتيجية على المستوى الوطني. المشاركون نهلوا من معين الكلية وخلال عام أكاديمي كامل موسوعة من المعارف والعلوم الاستراتيجية في مجالي الدفاع والأمن الوطني، وبما يؤهلهم لاتخاذ القرارات بما يخدم رؤية عمان 2040. لا شك بأن كلية الدفاع الوطني تعتبر منارة علمية رائدة، وقد حفزتنا على الفكر الإبداعي، وكذلك حفزتنا على التعلم والتحضير والتطوير. وقد نهلنا من هذه الكلية الفكر الاستراتيجي، وتعلمنا منها كيفية عمل الخطة الاستراتيجية لمعالجة الموقف الراهن عبر الوصول إلى خطة استجابة استراتيجية نعالج بها ذلك الموقف الراهن. هذا البرنامج كان مثري جدا، تعلمنا فيه الكثير من التفكير العميق، الرؤى الاستراتيجية، تعرفنا على الواقع الدولي، ومن ثم طبقنا على الشأن المحلي. هناك برامج كثيرة في التحليل الاستراتيجي والتخطيط الاستراتيجي وإدارة الأزمات والتعامل مع وسائل الإعلام. كان برنامج مثري، اكتسبنا فيه كثير من المعارف، اكتسبنا فيه كثير من العلوم. استقطاب الكفاءات العلمية محليا وعالميا لتقديم محاضرات عالية المستوى حرصت عليه الكلية، إضافة لاستضافتها عددا من أصحاب المعالي الوزراء والقادة العسكريين والأمنيين وأصحاب السعادة المعنيين بأهداف وبرامج الكلية، إلى جانب تنفيذ الكلية مجموعة من البرامج تحت مسمى البرامج الموازية للقيادات العليا، مختتمة عامها الأكاديمي بالتمرين الاستراتيجي صنع القرار. متمسكة بدعائم الفكر الراسخ ومبادئ النظام الأساسي للدولة، ومستنيرة بالرؤية السديدة للقائد الأعلى أيده الله، كلية الدفاع الوطني تخرج دفعتها 11 من مشاركيها الذين نهلوا من معينها المرصع بالمعرفة العلمية والعملية. من كلية الدفاع الوطني بمحافظة مسقط، الرائد أحمد بن عبد الله الصبحي.